حدث أو نقف على تفاصيل تصريحات وزير الزراعة. رح تنضم أيان عبر خط الهاتف المهندس ريم مصطفى مدير دائرة الدواجن في الإدارة العامة للإرشاد في وزارة الزراعة. يسعد صباحك بشمهندس ريم. صباح الخير. صباح الخير للمستمعين. صباح الخير للمزارعين. يصبحك بكل الخير. أكيد صباح الخير للمزارع الفلسطيني وصباح الخير إلى كل المواطنين الفلسطينيين اللي كان في تساؤل استفسار دائم بالفترة الأخيرة حول ما شهدوه من ارتفاع لأسعار الدجاج مؤخرا. ولكن وزير الزراعة الفلسطيني صرح وقال يوم أمس بأنه رح نلاحظ استقرار على أسعار الدجاج خلال شهر رمضان المبارك. ما تفاصيل هذا القرار وهل فعليا بدأنا نلحظ باستقرار لأسعار الدجاج؟ إن شاء الله. أعتقد أنه واضح في الأسواق أنه السعر نزل صار في متناول الجميع. إحنا دائما في وزارة الزراعة نسعى لاستقرار السعر والسعر العادل للمزارع والسعر العادل للمستهلك. فبالتالي وزارة الزراعة دائما حريصة على توفير كل ما يلزم من بيض تفريخ صوص للمزارع بحيث ينتج للمستهلك دواجن كافية في السوق. طيب وزير الزراعة قال أيضا أنه الإنتاج رح يكون كافي خلال شهر رمضان. فهل فعليا الإنتاج هذا رح يعود بالفائدة لانخفاض أكثر لأسعار الدجاج؟ وهل فعليا رح نشهد شهر رمضان لهذا العام باستقرار مش بس بأسعار الدجاج وإنما بكل الأسعار؟ إن شاء الله. وزارة الزراعة عادة في كل شهر رمضان بتجهز إدخالات اللي تكفي الاحتياج لأنه عادة في زيادة في الاستهلاك في شهر رمضان. فإحنا بنعمل على زيادة مدخلات مفرخات الدواجن من بيض التفريخ بما يتلائم والاستهلاك لشهر رمضان. طيب كيف بتتابعوا أنتم الأسعار للدواجن وبالفترة الأخيرة كيف كانت متابعتكم لأسعار الدواجن خاصة كان في هناك شكاوي واستنكار من المواطنين بسبب الارتفاع اللي كان؟ شوفي هو الوضع كان عادة في هاي الفترة بيكون في انتشار للأمراض. هاي الأمراض بتسبب نفوق في الدواجن. هذا النفوق احنا لاحظناه بارتفاع الأسعار لأنه صار المعروض أقل من المطلوب. يعني صار اللي موجود في السوق أقل مما هو مطلوب للمستهلك. فبالتالي صار في ارتفاع للسعر وهي أصلا مش بس عشان نفوق كمان في عندك ارتفاع في مدخلات الإنتاج للدواجن زي الأعلاف زي الصوص زي الكهرباء زي المي كلها ارتفعت. وبجوز لاحظتوا شكاوى من المزارعين أنه في ارتفاع على سعر الأعلاف وفي ارتفاع على سعر مدخلات الإنتاج بشكل عام. وهذا لاحظناه بارتفاع السعر الموجود لأنه مع ارتفاع نسب النفوق بارتفاع السعر كمان لأنه أنت بدك توزعي تكلفة النافق على كل الموجود في المزرعة. بالتالي بارتفاع السعر عند المزارع وإحنا دايما زي ما حكيت لك بنسعى للسعر العادل للمزارع بيسببش عنده خسارة ودائما كمان نطلع كمان للمستهلك أنه يتوفر له احتياجه. طيب باشمهندس ريم يعني وزير الزراعة طمن المواطن الفلسطيني بأنه رح نلاحظ ونشهد استقرار على أسعار الدواجن وقال أنه فعليا الدجاج أو سيكون هناك إنتاج كافي للحوم الدجاج. هذا الإنتاج قديش رح يضل كافي؟ هل رح نشهد كفاية لأول أسبوع لتاني أسبوع ولا طيلة شهر رمضان؟ زي ما حكيت لك إحنا عادة لشهر رمضان كله بنعطي إدخالات بحيث تكفي كل الشهر. هلا إذا لاحظتي حتى لشهر شعبان اللي هو قبل رمضان إحنا حطينا مدخلات بزيادة. يعني سمحنا لهم للمفرخات طبعا هذا كله بالتعاون مع القطاع الخاص. يعني إحنا من كلهم إنه إحنا بدنا نرفع مدخلات المفرخات لنكفي الاحتياج مثلا لفترة معينة فبنرفع لهم وهم بيدخلوا المدخل حسب الهي وعي من خطة الوزارة لتنظيم قطاع الدواجن. أكيد بنشكرك باشمهندس ريم مدير دائرة الدواجن في الإدارة العامة في وزارة الزراعة اللي حدثتنا عن تفاصيل كيف سيكون هناك متابعة للدجاج وتوزيع الدجاج خلال شهر رمضان المبارك. وذكرت أيضا أنه هناك متابعة وزيادة بإدخال الدواجن حتى في شهر شعبان الحالي. كل الشكر للبشمهندس ريم. يسعد صباحك وصبحك بكل الخير وصباح الخير للمزارع الفلسطيني.